انت بعرب كيف تكون نعم كيف نعم عاد كيف تكون سبعا؟ بعضهم قال انها هي القارة الست وان هناك سبع قارة سبع، ولكن هذا مو صحيح، لان هذا يمتنع بالنسبة لقوله صوته مثل اعرابي، فان ظاهر هذا الحديث انها كالسماوات سباق، انها سباق كالسماوات. نعم وليس لنا ان نقول الا ما جاء في كتاب الصين عن هذه الاراضي لاننا ما نعرف. نعم لا 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 سلام طولة. إذا كان لأن الأرض الآن اللي إحنا نعيش عليها ما هي في حكمة، لو تدور على الكل ما هو ما في حكمة الآن ما هي حكمة، لأن الأرض إذا قلنا أنها مستعبقة صارت كلها مجتمعة في هذا الكرة، لأن تروق من سبع عربيين معناه أنه لابد أن يملك إلى سبع عربي، ولو كان في هناك أرض منفصلة عن الكرة هذه معناه ما له دخل عدة في أرض آخر. بس طبقات ما نقدر نحدد من هذا الطبقة وهذا الطبقة، ما نقدر، قد يكون في بعض الجهات تكون الطبقات أكثر من سبع. كل يقول مثل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، يقول إنها سبع سماوات تباق، هذا سبع أراضين تباق، هذا هو ظهر النص والله أعلم بالكثير. نعم. طبعا تخرين كون سبع يعني ست الكواكب وأربع السابع، هل سبع أراضين؟ يعني زحل وعارض. يا زمن في المجتمع الشمسية ما بالظاهر، لأن حديث عندنا حديث على طويقة مثل العربي يمنع كلها العرب، يعني مجرد قال من يعرف الحديث، عندنا حديث عن المجال يسر وقوله يقول نعم يكون خليفة الله يقول نعم طويقة طويقة يقول نعم ما نجي على الناس كيف يقوع في الأرض هنا هي في أثر السفين، لكن ما نجي على الشون كيفية طالب الأرض هذه الله أعلم ما أدعنا. طيب الحادية عشر كذا أن لهن عمارا ولأن لهن غيرا سماط السبع والأراضين السبع وعامرهن. هذه دخلين جزء فهم جيد من المؤلف رحمه الله، يعني هذه الأراضين لهن عمار، ايش معنى عمار؟ سكان. وقضينا من مسعود عن عباس ان كل أرض فيها طائفة، فيها آدم مثل آدم الأرض هذه وفيها بنو آدم وفيها كل شيء، ولكن الله أعلم بها. إنما الكلام على أن لهن عمارا هذا حديث الحديث اللي معنا إذا بسعيد واضح في الأرض وعن لهن غير والأرض من كلها نعم يعني سعيد أنا فهمت أن عمرهم غير بعد العرب يتكلم لا إذا ما أجمعه بس ما يدع العرب نعم الآن رجعنا عن كلامنا أنا ظننت أن عامرهن غيري بعد العربي، فعلى هذا وكن أن لهن عمارا يعود على السماوات مع سياق المؤلف مثل على أنها عربي، النص على أن العربي سبع كالسماوات الحادي عشر أن لهن عمارا يعني العربي من فوق ما بيصير بالسعر عندك مسهلة ما تنصف مالك الشيء ما هو ظاهر إن العربي لهن عمار تؤخذ من هذا الحدث، لأن قوله عامرهن غيري قبل ذكر
الأراضين و نعم قالت لها سرعة النصف من الأرض سبع سنة فيكون ذلك في جهل يعني سوى لا لا غالبا إذا جانب الأشتهاري إن الضمير يعود على اللي فيه الكلام موضوع الكلام فيه نعم وهو بالنفس أرض الأرض سنوات وهو بالنفس سبع ينتهن من الأمار غير الله الأرضين الخل وينتهن ولا في كثرة من ذلك لها هاي مهمة علينا إذا كان لهن يعود على الأرضين. طيب الثاني عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية معقلة إذا الأشعرية المعقلة أحسن معقلة عندك نسخة نحطها نسخة نحطها عند نسخة اللي عندها الأشعرية يكتب نسخة لمعقلة أين إثبات الصفات؟ لا تول الله سبحانه وتعالى لا تسران في قولك وخلينه وقاه إلى مريم القول في قول قل لا إله إلا الله ثلاث لأخيتك الإتيان طيب يعني هذه ما هي لها صفات فيه صفات كبيرة لكن هذه تدل على ثبوت الصفات ذو الجلة خلافا للمعطلة والمعطلة ذكرنا لكم انهم اصناف كذا لا منهم من ينكر الاسماء والصفات والوجود الى قبل منهم من ينكر الوجود والعدم يقول لا موجود ولا معدوم وبين غلاف الكرامة والباطنية وغيرها ومنهم من ينكر الوجود للعدم ومنهم من ينكر الأسماء والصفات ومنهم من ينكر الأسماء نعم الصفات دون الأسماء الصفات دون الأسماء ومنهم من ينكر بعض الصفات ويثبت بعضا وقد سبق الكلام على هذه الأصناف الستة وبينا عنه كلهم أن كل هذه الأصناف معطلة يكون في لفظ التعطيل نعم الثالثة عشرة نعم نعم لا أتيت لا فنقول لا أتيت أتاني بكذا يعني هو جاءني في هذا الذي معه الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله تعبد إلا وجه الله عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يتعبد إلا وجه الله أنه ترك الشرك طيب عندكم عرفت أن قوله محمد عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان أن ترك الشرك أن قوله أن قل هو الخبر عنك وقوله أن قوله ممكن أن يترك الشرك إن الله حرم على الله من قال الله إلا إلا الله فإن الله ترك الشرك ليس قوله إلا إلا ممكن إذا ترك الشرك أن قوله في حديث عثمان إذا ترك الشرك نعم نعم اللي عندي الظاهر عن كلام إن قوله
بهذه العصيان أنه ترك الشرك، يعني أعاد أن مرة ثانية يكون فصل، يكون فصل يعني إن قوله حرم عن من قال إلا لا تعبد غير الله معناه ترك الشرك وليس قوله وليس قوله باللسان. هذا صحيح من يخاف من قوله يبتغي بذلك وجه الله، لأن من ابتغى وجه الله في هذا القول لا يمكن أن يثبت به أبدا، لأن هذا دليل على أنها ترك الشرك. فأنه ترك الشرك قال إيه أحسن كيف ترك الشرك إن قوله بس خبر أنك قول أن قوله عليه الصلاة الرابعة عشرة فأن الجمع بين كونه عيسى ومحمد عبد الله ورسوله ورسوله من عبد الله من عبد الله عبد الله عبد الله ورسوله جلسة في أحسن لأنها بين كونه عيسى ومحمد مين موجود الرسول. طيب فأما الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي وشئنا أصل عبدي خبر كون ينكون يعني مصدر وعيسى ومحمد اسم كون. طيب كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله وش الجمع بدون أنه محمد عبد الله وليس عبد الله ليس محمد عبد الله ورسوله يعني فالعبودية لله والرسالة لهما فهما عبدان ورسولان يعني ليس لهما حق من الربوبية وإن كانا رسولين وإن كان رسولين أليس ذكرت أن المقرن عيسى ربهم على النصارى من قول الله إن عيسى ابن الله لا لأنه تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبد الله ورسوله هذا الجمع عبد الله في جمع آخر اللي أشار إليه الحجاج إنه يعني إن عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كلاهما عبد ورسول فليس عيسى ابنا من الله بل هو كمحمد مخلوق من جملة المخلوقين. ولهذا قال المؤلف تأمل لأن يحتاج إلى تأمل. فعندنا الآن التأمل من وجهين، الوجه الأول حيث يجمع على كل واحد منهما بين العبودية والرسالة هذه واحد، والوجه الثاني حيث يجمع بين الرجلين حتى يتبين أن عيسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم يصفه أنه عبد ورسول وليس ربا ولا ابنا للرب سبحانه وتعالى. الخامسة عشرة معرفة اتصاف عيسى بكونه كلمة الله، هذا ما يؤيد الوجه الثاني، يعني امتاز عيسى عليه الصلاة والسلام عن محمد في أصل الخلقة بأن عيسى كان بكلمة وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد خلق من ماء أبيه. واضح؟ طيب السابعة عشرة معرفة كونه روحا منه، سبعة عشر معرفة كونه روحا منه، من روح منه؟ عيسى كذا؟ طيب روح من الله هل من للتبعير؟ لا بس من يكفي أو تجعي، يعني روح جاءت من قبل الله وليست بعض من الله بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. وقد تقدم لنا القاعدة في هذا الأمر من أريها إلى الله سبحانه وتعالى. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار،
نقول من حديث عبادة وأن الجنة حق والنار حق. الفضل بأنه أصول الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. الثامنة هل معنى على ما كان من العمل صالح ولو قل أو على ما كان من العمل سيء ولو كفر؟ كلاهما إنما لا بد من عمل، لا بد من عمل، لا بد من عمل، لأنه ما في مساح إلا بأثمان. أنه هذا لا يكون بطل الجنة. إيه هذا إيه يقوم على ما كان من عمل صالح ولو قل يكون في عمل ما يكون يعني ما صدق في قول لا إله إلا الله. الشرع لا أركان الإسلام. نعم الشرع لا أركان الإسلام الشرع إلى العمل الصالح ولو قل في غير ما نقول هذه لازم يستكمل العمل الصالح كما قال المعتزلة والخوارج، وكذلك أيضا على ما كان من العمل بالنسبة للدين، للدين التي يفعلها ما نقول أنها تهجر التوحيد وتستوجب الخلود في النار. ما ذكر فيه، لكن أركان الإسلام منها ما يكفر ومنها ما لا يكفر. ما يكفر من أركان الإسلام شيء إلا الخرافة هذا الصحيح. وإن كان ما نحمد عنه رواية من جميع أركان الإسلام يكفر بها، لكن صحيح خلاف ذلك. طيب التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له ستتان. ايش رايك في هذه العبارة؟ الظاهر من تنفيذ مقارنة. إيه مقارنة الظاهر من تنفيذ، يعني معناها أن هذه أرجح من كل شيء. ها؟ وليس فيه أنه هذا ميزان آخر. كيف يكفي الميزان؟ إن لو أن السماوات السبع وعامل الغيب وأرضين في ستة، لكن نقول هل إن المراد لو أن يوم القيامة هزمت هذه بهذه؟ لا الظاهر هذا تنفيذ. إذا تسجيلات ما لسه بارك الله فيه معروف لو لسه المؤلف يقول فيه في هذا الباب فيه نساء في هذا الباب. فالظاهر والله أعلم إن المؤلف صار عنده انتقال ذهني، انتقل به من هذا إلى ميزان من الآخرة. أين شخص أين لا ما في هذا في كل عهد ما يشبه هذا. العشرون معرفة ذكر الوجه وين يبتغي بذلك وجه الله. فما هو وجه الله؟ وجه الله تبارك وتعالى صفة من الصفات وليس من الصفات المعنوية، بل هو من الصفات الذاتية التي هي بالنسبة لنا أضعاف، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى ما هو معنى المحض ومنه ما هو بالنسبة لنا أضعاف. ولا نقول بالنسبة لله أضعاف لأننا نتحاسى كلمة التبعية في جانب الله سبحانه وتعالى. نعم هذه الحديث الذي تحصل للسلام الناس من السلام غير محج يعني هذه الأمة. نعم الحديث من أحد الصحابة الذي خلي عند الله لأن حقيقة الموضوع على المسائل منزلة هنا. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا الحقيقة فالمكمل لباب السابق، لأنه قال فيما سبق الباب اللي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فمن فضله هذا الفضل العظيم الذي كل من كل عاقل يسعى إليه وهو دخول الجنة، ولا سيما إذا كان بلا حساب. نعم اللهم اجعلنا من الذين بلا حساب.
يقول دخل الجنة بغير حساب ما يحاسب لا على معاصي ولا غيره. نعم. وقوله دخل جواب من، وقوله حقق فعل الشر، اللي حقق التوحيد يدخل الجنة، ولكن التحقيق معناه تخليص التوحيد من الشرك، تخليص التوحيد من الشرك، ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: العلم والاعتقاد والانقياد. ما يكون التحقيق إلا بهذه الأمور الثلاثة: علم، ما يمكن تحقق الشيء ما علمته، هذا من تطور الشيء وذلك بعلمه، والثاني الاعتقاد، لا بد تعتقد، إذا علمت واستقررت نعم ولا اعتقاد تحقق التحقيق لله، ولا بد أيضا من انقياد، من انقياد إذا علمت واعتقدت ولم قد فما الفائدة؟ قال الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا العلم، العلم بالتوحيد، ولا يمكن أحد يحقق شيء بدون علم. وقال تعالى في الاعتقاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلم يعتقد، ما اعتقدوا انفراد الله تعالى بالألوهية. وقالت الذين لم ينقادوا: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن فلا بد من، لا بد لتحقيق التوحيد من هذه الأمور الثلاثة، قولها العلم والاعتقاد والانقياد. نعم. إذا حصل هذا وتم فإن الإنسان مضمون له، نعم، دخول الجنة بغير حساب، يعني لو دخول الجنة بغير حساب. لا مضمون، ما نقول أنت تدخل الإنسان، لأن محمد إخبار رسول ألم من الله رسول صلى الله عليه وسلم ألم بهذا، لكن باب معين نقول إن شاء الله، إحنا الحكم ما نقول إن شاء الله، لأن هذا حكم ثابت الشرع. نعم. طيب الوثيقة من مين؟ وثيقة من الله بالواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا. نعم. ذكر المؤلف أشياء تثبت ما قال رحمه الله، منها قول الله تعالى عن إبراهيم: كان إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة من معنى طائفة أو قبيلة، أمة بمعنى إماما، بمعنى إماما. نعم. وقد مر علينا أظن أن ذكرنا لكم أن أمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: إمام، ودهر، وجماعة، وعبد، ودين. قول إنا وجدنا أباءنا على أمة، على دين. وادكر بعد أمة أي بعد زمن: إن إبراهيم كان أمة إماما، وجد عليه أمة من الناس يسكنون، يعني طائفة. قال: إن إبراهيم كان أمة، وهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على إبراهيم لأنه إمام مصدوق عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أحد الرسل الكرام من أولي العزم، فهو مصدوق. ثم إنه عليه الصلاة والسلام قدوة في أعماله وأفعاله وجهاده. نعم. فإنه جاهد قومه وحصل منهم عليه ما حصل، ثم ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالأمر بجد هدمه وهو فريده،
وقد بلغ معه السعي. نعم طلع مع السعي يعني شبك كرعرة ما كان كبير طبطابة النفس منه ولا صغير لم تتعلق به النفس كثيرا صار على منتهى تعلق النفس به. وقربت إلى كبر طابت منه نفسك ولا همه. إذا كان صغير أيضا ما ترك الحمد كثير لكن إذا كان معك بلغ معه السعي صار يمشي معه هذا أعز صلح عليك من أولادك. في هذه الحال ابتلاه الله بهذه البلوى العظيمة أمره أن يذبح هو بنفسه ابنه أمر ثقيل عظيم جدا. نعم ثم غصق أيضا بابن دار مطيع لله فقال يا أبتي افعل ما تؤمر. لم يحنك والده ويتمرد ويهرب أراد أن يواجه يوافق أمر ربه وهذا من ذله لأبيه ومن طاعته لمولاه سبحانه وتعالى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر فتجدوني إن شاء الله من الصابرين. وهذه القوة العظيمة مع الاعتماد على الله ستجدني وحسيني فدلع التحقيق ولكن مع ذلك ما اعتمد على نفسي بل استعان بالله في قوله إن شاء الله من الصابرين وامتثل جميعا وأسلم وانقاد لله عز وجل وحصل كل شيء وسله للجبين. نعم فله للجبين يعني على جبينه على جبهته لأجل أن يذبحه وهو لا يرى وجهه يعني صعب هذا ولكن الفرج جاء من الله عز وجل ولا انقلب السكين ولا صارت رقبته حديدا ولا شيء ثم نادى الفرج من الرب عز وجل وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنك ذلك من المسلمين. هذه الحقيقة يتخذ فيها إيمان تعلم على الصبر على أمر الله عز وجل صبر عظيم على أمر الله. نعم الواحد منا يؤمر بإثبات ماله في طاعة الله وتجد يحمر وصفر ما يطلع الجنة إلا من شاء الله توجد يذبح ابنه أمر فؤاده وقريبه ولا لأحد جاءه على صبر أيضا. نعم لكنه نعم العبد كان أمه مع ذلك قانتا لله القنوط دوام الطاعة والاستمرار فيها فهو مطيع لله ثابت على طاعته مدين لها عليه الصلاة والسلام في كل حال كما كانت منه محمد صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه كل أحيان عليه الصلاة والسلام يذكر الله عليه إن قام ذكر الله إن جلس ذكر الله إن نام ذكر الله إن أكل ذكر الله إن قضى حاجته ذكر الله على كل أحيان. إذا قام تصير ولا لا قام أنا الليل والنهار صلى الله عليه وسلم قانتا لله حنيفا حنيفا مثل معنى حنيفا يعني نائلا عن الشرك نائلا عن الشرك مجاندا لكل ما يخالف الطاعة فوصف بالإثبات والنفي يعني بالوصفين الإيجابي والسلبي أيضا وما كان من المشركين تأكيد ولم يكن من المشركين لم يكن أبدا وما مر عليه مرة من الدهر وهو من المشركين بل كان عروس صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ما أحدث على الرغم من أن قومه كانوا يشركون لكنه ما أحدث لم يكن من المشركين فوصفه الله تعالى بإثناء الشرك استمرارا نعم وابتداء استمرارا في قوله حنيفا وابتداء في قوله ولم يكن من المشركين. كثير من عباد الله المخلصين
أشركوا ثم وحدوا أليس كذلك؟ لكن غير الرسل، غير الرسل. أما الرسل فإنهم ما كانوا مشركين أبدا. هذا في تحقيق التوحيد لنا، هنا في تحقيق التوحيد. والدليل على ذلك أن الله جعله إماما، ولا يجعل الله للناس إماما من لم يحقق التوحيد أبدا. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولا شك أنني تأمل حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجد أنه في غاية ما يكون من مراتب الصبر وغاية ما يكون من مراتب الرحيم أيضا، لأنه ما يصبر على الأمور العظيمة إلا من أيقن بالصواب. نعم ولا لا؟ اللي عنده الشك وتردد ما يصبر على الأشياء، لأن النفس لا تضع شيئا إلا لما هو أحب إليه منه، ولا تحب شيئا إلا ما توقف. وأما ما عنده فيه الشعر ماذا ما تسعى لأجله؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يجب أن نعلم أن ثناء الله على أحد من الخلق لا يقصد منه أن يصل إلينا الثناء فقط، لكن يقصد به أمران الناس، أحدهما محبة هذا الذي أثنى الله عليه، كما أننا أثنى الله عليه شرا فإننا نبغضه ونكرهه. ولهذا نحن نحب الملائكة لونهم من جنسنا، لأنهم قائمون بأمر الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ونبغض الشياطين لأنهم عاصون لله وأداء لنا ولله. نعم كذلك هنا نحب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه كان إماما قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم الأمر الثاني من الغرض أن نتبعه في هذه الصفات التي أثنى الله بها عليه لأنها محل ثناء، ولنا من الثناء بقدر ما أخذنا بها. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم فهذه مسألة مهمة، لأن حقيقة أن الإنسان أحيانا يغيب عن باله المسألة الأولى، الغرض الأول وهو محبة هذا الذي أثنى الله عليه خيرا، ولكن هذا ينبغي أن لا يغيب، لأن الحب في الله والبغض فيه من أوسط عرى الإيمان. نعم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى أصاب بعض الناس أن إبراهيم جحا كان أعوذ بالله جحا كان حق وأشهد ثم وحد هذا الظاهر من الجنس اللي يقول رفة من التفكير اليقين يقول نعم عنده وقال يعني وباب قول الله، وباب قول الله يعني هذا الباب كما بين هذا قال. نعم في خوض انه سيدنا اسماعيل ما عصى سيدنا ابراهيم، لان سيدنا ابراهيم ما عصى ابوه في لما قال له يعني حد ربنا ان يغفر لك ربنا فبرأ مني لم لا لا ابدا لما لما هذا من توفيق الرب، من توفيق اسماعيل انه اطاع قد جاء انه قصه عن ابو ابراهيم يا شيخ. نعم ابو ابراهيم مشي ما تعرف هذا كفر. نعم هذا كفر من اسمه آزر. لأن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما إني آلهة إني أرى فوق من فضل الله. قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا وعدي. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم ولا أواه حليم. كذلك أيضا قال إبراهيم في سورة إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الساعة. ولكن فيما بعد تبرع منه. أما نوح فقال ربه كل ولدي ومن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكرنا مرة أن جبل على أن أبو نوح كان مؤمنا. نعم ولا أسمع أنه يجب ثلاثة ما لا حصل المغازي والمناح المكتسين الغازي نفسك هذه الإسماء يكون أشتب على أجمع الآن تجد قليلا من المفسرين مثلا يتكلمون على قوله تعالى فلما آتهم مصالح جاء لهم تذكرها قليلا من المفسرين اللي ينكر القصة المكتوبة على آدم وحيث قليلا منهم يتكلم فالمهم ان الشيء الامور وان يتفرقه من فضله يجدكم دليلا القران ان ما حد يعلم على الامم السابقه الا من طريق القران لا ان ياتكم نبا الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا اعلمهم من الله فاذا كان ما اعلمهم من الله ما من طريق الا من عند الله فالصواب الذي لا شك فيه والذي نعتقده ان اسمه اعذر كما قال الله عز وجل. نعم. قال وقوله وقال انا عندي وقال قوله كان وقول الله ثاني قال قوله وقال طيب كان النصح كان قوله اي قدر اللي بعده انا عندي وقال والذين هم برب الله يشركون وقول الله وقوله وقوله والذين هم بربهم لا يشركون. هذه الآية سبق لها فرق فهو قوله إن الذين هم من خشية ربهم يشركون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم مثلة إلى آخره. لكن المؤلف ذكر الشاهد الذي يريد إن الذين هم من خشية ربهم من خوفهم منه مشفقون أي خائفون أن يخالفوه سبحانه وتعالى. قول الجنة بغير حساب وقولنا المعنى الأعم الأخص المعنى الأعم ذكرنا من جميع المعاصي أن جميع المعاصي شرك في المعنى الأعم لأنها قادرة عن هوى مخالف للشرع. وقد قال الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهي بالمعنى الأعم من الشرك لكن بالمعنى الأخر يقسم العلماء المعاصي إلى قسمين شرك الفتوح فنغشف هنا الذين هم بربهم لا يشركون ماذا ترون انه يراد به الشرك بالمعنى الاخص او بالمعنى الاعم الظاهر بالمعنى الاعم بالمعنى الاعم لا مستحيل ما دمنا نقول تحقيق التوحيد هو التوحيد ما يقول الا باجتناب الشرك بالمعنى الاعم. ولاحظوا ايضا ان معنى عدم الشرك ليس معنى ان ما يقع منه لكن اذا وقع منه لا بد ان نشوف
كل ما نشهد ان كل بني ادم خطا لكن لا يستقرون على الكذب. كل بني ادم حتى ولا شك ان احد ما معصوم من الخطا خير قطعين شاء الطوابين، لكنهم هذا الذي حصل هذه النقطه الصغيره اللي حصلت تبقى وتكبر ولا تنسى الذي ليس السمع، لأنه يرى أن هذه المعصية على نفسه أثقل من الجبل. أن الفاسق المستهين يرى أن مثل ما ورد في الحديث كالذباب وقع على أنفه يقول به يا رب ما تنسى، لكن الإنسان الذي قلبه حي لا يزال يذكر هذه السنة يذكر كل ما ذكره أحدث له توبة. نعم، فهؤلاء الذين لا يشركون نقول لا يشركون في المعنى الأعم لا ابتداء ولا استمرارا، مو معنى لا ابتداء بمعنى ما يمكن يوجد من المعاصي، لا ما نقول هكذا، يقول ما يستمرون عليه فالكذب دائما معاصيه نقول في التوبه او بحسنات كثيره تنقيها. فقال اي من البزيء ايكم راى الكوكب الذي انقذ البارحه ايكم راى الكوكب الذي انقذ من البارحه ذكر بعض اهل اللغه من الزوال فما بعد تقوم البارحة، يقول الزوال تقوم الليلة، وأنا ما يعني الحقيقة راجع في غير استغنى واحد من الغرب، وعرفنا الآن ثلاث بارحة، عندنا الآن من طلوع الشمس نقول البارحة، نعم، من الغروب إلى طلوع الشمس بالليل، بل إن بعض الناس توقع مثل ما داموا من الليل قال بعد نعم لا يجب نتخلص ها؟ فهذا أنا أستجل تحقيقا لأنه ما تنحكم في تحقيقها، هل هذا مسيلة لغة عند جميع علماء اللغة أو لا؟ إن كان الأمر كذلك فإن هذا الجلوس كان بعد الظهر إلا إذا قال الإنسان بعد الزواج هو أنا أن يقول من حسين ثم قلت أنا إني لم أكن في صلاة أنا أدرت في الساحة، وقيل إنها بمعنى حقا وعلى هذا القول أنت فيقال أنا أني لم أكن في صلاة، يعني حقا أني لم أكن في صلاة، قال لم أكن في صلاة، لماذا قال لم أكن في صلاة؟ لأنه خاف أنه لما قال أيكم رأى الكوكب الذي انقذ البارحة أو قال أنا خاف أن الناس يظنون أني صائم يصلي، فيحمد بما لم يفعل الله أكبر إخلاصه أكثر من ذلك، إن أحد لا يفرح من الناس يتوهمون من الجسم يكون بالليل يصلي يفرح إلى من يتوهم، وهذا من نقصه رؤيته، ففي هؤلاء يخشون أن ينسب إليهم أنهم يقومون بالليل وهم لم يقوم، أما إني لم أكن في صلاة، وهذه سجدة في الحقيقة وليست هذه من باب المراعاة، بل هذه من باب الحسنات،
وليست كمن يترك الطاعات خوفا من الموت. يعني الشيطان يلعب على الانسان بعد احيانا يقول لا تخلي ترمى في غيره فتكسر عن الشيطان ولكن لا تتجاوز في قلبك ان تجرى الناس. نعم قال لما كنت تراك ولا يقيني لجهتي الله يجب تكسر عن سياسيها لجهت يعني تدغت عقرب خوفه وقال الحال انها شديده لانه رضينا منها ايمانا منها ولكن قال فما صنعت قلت ارتقيت ارتقيت يعني استرقيت لان افتعل مثل استفعل وهي في روايه مسلم استرقيت ما سمعت نعم قلت الرقيب قال فما حملك على ذلك لما حملك لم يشف لبني الرقيب قلت حديث حدثنا سعدي هل حاور في زين فتح القلب يعني السلف هم عنه يتحاورون حتى يصلوا الحقيقه السعيد بن جبير ما قصد الانتقاد على هذا الرجل قصد قطع النجم يشوف على اي شيء السند اسم السند قلت حديث حدثنا الشعبي قال وما حدثكم وما حدثكم قلت حدثنا عن بريره بن قصيد انه قال لا رقيه الا من عين او حنى لا رقية رقية يعني قراءة إذا قراءة على مريض أو نفاق إلا من عين يسمون عامة النحاس عامة من النحاس لحد يسمونها النحاس نعم لحد يسمونها العين إلى الآن من عين أو سمع السمع يعني السمع يبقى يقصن هاي الحين والعقرب من لا يقصن إلا من عين حمى فقال سعيد بن الجبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن عندي شيء نزل من هذا يقصن ولكن حدثنا ابن عباس إلى آخره إذن الرجل هذا اعتمد على حديث اعتمد على حديث ومن لا رقية إلا من عين أو فهذا الحديث يدل على أن الرقية من العين والسمع أنها مصيبة. نعم أنها مصيبة وهذا أمر واضح فإن الرقية تنفع بإذن الله ومن السمع أيضا تنفع وكثير من الناس يقرؤون على الموضوع يقرأ حالا وقصة الرجل الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فاستواكوا قوما فلم يغيثوهم فقدر الله سبحانه وتعالى أن سيد هذا القوم يرجع وبعد حي قالوا من يرقى منا فقالوا لعل هؤلاء رجق عندهم باب فجاءوا إلى السرية قال هل تكون من يرقى قالوا نعم ولكن ما نرقى لكم إلا بشيء من الغنم نعم لأنكم بما كنتم رياضهم فقال من خالف نسيح لأن سيدهم فاستطاع لهم من الغنم ثم ذهب أحدهم يقرأ عليه سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخره قرأ عليه عدة مرات ثلاثا أو سبعا فقام كأننا مثلث من يقع كل ما تحيت اذا نفع عندما نفع نفع نعم ولهذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه يعني فاتحه فالحاصل ان من السمع معروف نفع وكذلك من العين معروف كما ان العين ايضا مستمده طريق اخر غير الرقيه وهي الاستعصار من إيجاد العائن
ويطلب منه أن يتوضا ويبدو قد نافر من أعضائه ويصب على النفاق ويسأل منه ثم بإذن الله يبقى الحال. وعند الناس أيضا يستعمل بعض الطريقة الثانية ولا مانع، لأن الأحاديث لأن الطريقة الذي ورد به السنة هنا ما تكفي لغيره يمكن في أكثر. عندنا الآن يستعملون يعطي شيء من شعاره شعاره يعني ثيابه للشري جسمه طاقية ولا ثوب ولا سروال ولا نعال. نعم هي على التراب لأن مثال الظهرات نعم وينفت من الله عليك ينفع جدا. نعم هذا مجرد نعم قول أبلم أي لا هذا التعليم لا ما أظن التعليم إلا كان عند ما يشوفه بيعيش ولهذا قال رسول الله عليه السلام لمن أصاب الحول الحول من حمود نسيه قال له هل نبرك عليك وإن هل أخذ تبارك الله عليك الحميم لا بد يسحب الصوت النبي يقال نحن في المجرد من عظيم ورد لا ما هي صحيح. يقولون أن يتعب أيضا على العاء أنك تبقى العين أنك تصلي عليه صلاة الميت وأنك يقلق عليه صلاة الميت. نعم قال ولكن هذا ما أطلقنا على قوله أنا أني لم أكن في صلاة. من اللي قاله؟ حسن عبد الرحمن. ولكني لجرس قال فما صنعت حيث التقيت قال فنحن على وارث. قال قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لا رقوة إلا من عين أو سنة. يقول ولكن حدثنا ابن عباس الذي يقوله سعيد بن جبير فقد حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الإمام والعارض لها الله سبحانه وتعالى شهادة المناء. والإمام جمع أمة وهو أمم الرسل. فرأيت النبي ومعه الرهط من 3 إلى 9 والنبي ومعه الرجل والرجلان. قوله الرجلان الظاهر إن الواو هنا بمعنى أو يعني ومعه الرجل أو الرجلان، لأنه لو كان معه الرجل والرجلان كان يغني عنها المقول ومعه 3. نعم ولكن والنبي ومعه الرجل والنبي الثاني ومعه الرجلان. ثالثا والنبي وليس معه أحد. أعوذ بالله يبعث ولا يكون معه أحد، ولكن الله تعالى يبعثه لإقامة الحجة. فإذا قامت الحجة حينئذ يعذب الله تبارك وتعالى من الخلق ويقيم عليهم الحجة. بعد هذا يقول إذ رفي علي، هذا على تقدير محذوف، فبينما أنا كذلك إذ رفي علي ثواب عظيم. مراد الثواب هنا الظاهر أنه الأشخاص، ولهذا يقول ما رأيت ثوابه يعني شخصه، لأن أشخاص عظيمة كانوا من كثرتهم ثوابا فظننت أنهم أمتي، لأن الأنبياء عرضوا عليه في ظننهم فظن أن هؤلاء أن هذا الثواب أمتي عليه الصلاة والسلام. فقلت فظننت أن الثقيل لي هذا موسى وقومه، وهذا يدل على كثرة أتباع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه الذين أرسل إليهم. فنظرت فإذا ثواب عظيم فقيل لي هذه أمته. أي أعظم هو الأول؟ الثاني بلا شك أعظم، لأن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر بكثير من أمة موسى. فقيل لي هذه أمتك ومعهم
مع هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. ومن قسم سبعين ألف 70,000 يدخلون الجنة بدون أن يحاسبوا كرامة لهم وبدون أن يعذبوا وظهره ولا في قبورهم لا في القبور ولا بعد يوم الساعة. نعم. ثم نهض الرسول عليه الصلاة والسلام فدخل منزله أخبر الناس في هذا الخبر وقام ودخل منزله فخاض الناس في إلائه من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب خاضوا بذلك للوصول إلى الحقيقة نظريا أو للوصول إليها نظريا وعمليا نظريا وعمليا لتكون من هؤلاء الذين تحقوا أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب حتى يكون منهم ويحقوا على أن يكون منهم. نعم. وليس كحال كثير من الناس اليوم يقرؤون العلم للنظر فقط لا للعمل بل هم يقرؤون يريدون أن يصل إلى الحقيقة علميا وعملا. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مراد الصفة المطلقة أو الذين صحبوه في الهجرة يحتمل قد الأول يرجحه ظاهر الله صحبوه مطلقا والثاني يرجحه هم الذين يتكلمون هؤلاء الذين يتكلمون هم الصحابة وكانوا يقولون لو أراد الصحابة عموما فقالوا لعله نحن. نعم. وأيضا يدل على هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي هو الذي نسبه إلى آخره فهذا مما يدل على أن مرادهم بأصحابي الذين صاحبوه في هجرته. نعم. مهاجرين. نعم. نعم. قبل معهم إذا ما يبلغون 70,000 ما يبلغون 70,000 صحيح هل يتم المعنى هذا ما يبلغون 70,000 صحيح لأن الذين توفي عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا حوالي 124,000 يعني فيظن أن المهاجرين أكثر من نصف هذا بعيد أليس كذلك؟ إذا لا بد أن فيها إشكال بعد إذا كنا أنه عام الصحابة. نعم. لأنه عام الصحابة أكثر من 70,000 عام الصحابة أيضا أكثر من 70,000 نعم. هذا المسؤول أو هذا المسؤول لكن من يريدون بذلك إن المشكلة علينا الآن من الذي يريدون بهذا؟ العرب يسمى أساس الناحق الوسطى هذا بعيد هذا بعيد إنهم غفلوا عن العدل هنا طيب إن شاء الله نراجع في مراجع أكثر من الشر لا يكون في أول سنة يا شيخ يعني قبل أن يتوسعون إذا لفت يعني نحن كان معرفين من خلف قوة نفس الصحابة بهذا القول كانوا فيه يعني من كان لو قلنا المراد الذين صحبوه من كانوا معه قبل فتح مكة عند الهجين بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أصوات كلنا عرف أن الإنسان انتصر وأنه لا بد أن يقوم فدخل من حتى ناس مرغبين مرغمين على هذا. نعم. إذا قلنا بذلك يمكن الذين أسلموا في هذا الذين صحبوا الرسول في ذلك الوقت الذين فتح مكة حوالي 70,000 والناس بعد منهم الذين كانوا صحب الرسول عليه الصلاة والسلام وآمنوا به قبل فتح. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام
فلم يثبت بالله شيئا. وهؤلاء كثيرون. نعم. يعني بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كل من ولد بعد بعثة الرسول وأسلم فهو داخل فيها. ولو قلنا ولدوا في الإسلام من الصحابة ما بلغوا 70,000. نعم. ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. نعم. اللي يريد في الإسلام هنا أخير ولم يشرك به إيمان هو ما يعني قبل من عوض أردنا أن نطلق الشرك هو قريب جدا وأن أرض الشرك الذي في مرجوز من الهر الشرك عبادة الأصنام هم كبيرين ولفروا أشياء يعني كل من أثرها بشيء من عندهم لهؤلاء الذين يبقون الجنة هذا الحساب ولا عرف. فخرج عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا نعم كيف طيب أخبروا يعني أخبروه بما قال وما جرى بينهم. هل يؤخذ من هذا الحديث مثلا الاختبار او يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما القاه عليهم واختبر هو ما القاه عليهم ليختبرهم ولكنه دخل منزله اما لعذر لان يقضيه او انه سيكسره بما بعد او انه راى ان يبقى الامر مبهما لانه اصلح ثم لما رأى حرصهم على معرفته أخبرهم بأوصافه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يستوون ولا يتطيرون. في بعض الروايات مسلم هم الذين لا يرقون ولكن هذه بلا شك كما قال شيخ الإسلام فيها كذب ما يمكن هذا ولكن لأنها الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقون في الماء وكان أصحاب هذا المرحوم كان عائشة الترقيب نعم ورفعه في ابنه فمنه من هذا يقين منه خطأ من الراب فالنفس ولا يرقون